مستمرين مع سانشوري موتور كومباني بأوتو فوكس، وأكيد عم ضوي على طرازات هيونداي. اليوم طراز كتير فيوتشوريستيك عم ضوي عليه، هو أكيد طراز الأيونيك، ورح نعرف أكثر عن طراز الهايبريد بتفاصيل إضافية مع ديفا رياشي سكينير كوربريت سيلز بهيونداي لبنان بمين شوروم على أوتوستراد الزلقة. هاي ديفا، هاي جورج، ويلكم باك اول شيء على المين شو روم، يعني Thank بعد you. فردان للزلقه باك تو ذا مين. اشتقوا لك اكيد هونيك، وانا اشتقت لهم كثير كمان. اليوم عم نحكي عن الايونيك هايبريد. يمكن مش كثار من المشاهدين، بس في البعض منهم ما بيعرفوا شو يعني الهايبريد، يعني المحرك المقسوم بين البنزين والبطاريه. بدنا نعرف منك تفاصيل، بس قبل اووردز كثير مهمين حصلت عليهم هيونداي وورد وايد، بدنا ندور عليهم قبل ما نحكي عن الايونيك. اوكي جورج، اخذت شركه الهيونداي اكثر من جائزه عالميه بال 2018 على الديزاين، سيفتي، ريلايبيليتي، منهم البراند اوف ذا يير بالريد دوت اوورد. كمان اخذت توب سيفتي بيك بلس من الاي اي اتش اس اللي هي منظمه عالميه كثير مهمه للسيفتي. واهم شيء انه اخذت موست ريلايبل كار اس بير جي دي باور يلي هي امريكان كومباني معروفه كثير. زاد البراند فاليو بهيونداي بقيمه 3%، وصلت ل 13.5 بليون دولار. وكمان كل البراندات العالميه مش بس قطاع السيارات. مزبوط، ودائما عم تطلع هيونداي نمبر 1 كوريان براند وورلد وايد. اليوم عم نشوف سياره هايبريد يلي هي الايونيك لكجري بلس. هلا دايره؟ نعم دايره السياره هيدا اللي كان بدي اقول لك اياه، وما بتسمع ولا صوت، سو شيء كثير مريح تكون قاعد بالسياره وما بتحس ابدا انه السياره دايره. عم نشوف، بدنا نفسر شوي عن سيستم الهايبريد جورج. مثل ما بتعرف السياره الهايبريد هي كومبينيشن بين موتور بنزين وموتور كهرباء، بيشتغلوا كومبايند او كل واحد لحاله حسب الطريق، حسب قد ايه عايزه باور السياره. وبما انه نحن موجودين ببلد بتعرف عجقه كثير وعلى الطرقات وهيك، الايونيك هي سوليوشن لاكيد الفيول كونسامبشن، لانه نحن عكس السيارة العادية اللي بتصرف بنزين زيادة بالعجقة، الايونيك ما بتصرف ابدا بنزين بالعجقة، لا موتور البطارية بيكون عم يشتغل. نعم، وبالنسبة شرج لحاله اوتوماتيكلي من موتور البنزين، يعني من حماوة الفريمات وحماوة الدواليب، سو ما بيتلبك ابدا الكلاينت بتشريجها. بالنسبة للديزاين يوجوالي سيارات الهايبريد بيكون فيري كلاسيك ويعني ويرد ديزاين، بعكس الايونيك اللي عم نشوف ديزاين كثير حلو. عم نشوف هلا على جنب الجنوطة تبع السيارة مع البرايفسي جلاس، المراية كهرباء مع بلايند سبوت ديتكشن، اكيد اشاره على المرايه ليد. كمان الرير فيشا تبع السياره فيري اتراكتيف، وبدي اقول شغله انه الترانك از فيري بيج، يعني كانها سياره هاتشباك بس هي فيها ترانك عادي واسع، عنده كاباسيتي 750 لترز، ويتش از يعني لانه مش حاطين البطاريه بالصندوق، حاطينها بطريقه كثير ذكيه بالمقعد الوراني بالسياره. وكمان العضوي الرير سبويلر، سياره بتجي مع كاميرا مع سنسور، وهالاستعمال البيانو بلاك مع البلو ستريبس، بلو ستريبس ليفرجي كثير كثير حلو بين البيانو بلاك واللون الابيض صح. بما انه هي سياره كمان انفايرمنت فريندلي، يعني صديقه للبيئه وما بتلوث البيئه، ذاتس واي البلو ستريبس موجودين بالسياره من برا ومن جوا كمان. بكل حال في عندكم سياره فول الكتريك، كنا شفناها بمعرض بيروت. مزبوط، نحن من القليل اللي نزلنا بالمعرض كمان يلي هي الكونا الكتريك. برافو، انه هيونداي رايحه جو جرين، عم تفكر بالبيئه، وبيكون اكيد الفايت اجينست كلايمت تشينج او محاربه التغير المناخي اللي عم بيصير على الكره الارضيه. رح نتابع حديثنا مع ديفا وننتقل لداخل الايونيك لنتعرف عليها. تستقبلنا السياره بشعار الايونيك بطريقه كثير حلوه، موجوده على مدخل الباب الامامي واكيد مدخل الباب الثاني للدرايفر. الكابين من جوا كثير فخمه ديفا، عم تشوف فرش جلد، بريميوم ليذر سيتس، هيتد وفنتيليتد سيتس عندنا من قدام جورج، واللي ورا كمان بيجوا هيتد. سياره كثير فخمه، يوجوالي الهايبريد كارز مثل ما قلنا ما بيكون فيهم اكسترا اوبشنز، بعكس الايونيك يلي منهم مناقصين ابدا شركه الهيونداي بالاوبشنز تبعها. ستاندرد اوبشنز بهيدي السياره عندنا 9 اير باجز، اي بي اس، اي اس سي والاتش اي سي، مع البوش ستارت ودرايف مود سيلكشن، هيدي بتجي بكل تريمز مثل ما بتعرف نحن عندنا اكثر من تريم. عم نشوف كمان الدي كات ليذر ستيرنج ويل مع الشاشه التاتش سكرين، مع البلوتوث راديو ستيرنج كنترول. سياره فيها فول اوتوماتيك اير كونديشن مع كلايمت كنترول، كل الوايرلس تشارجر كمان، ستيرنج ريموت كنترول، فيها فور باور ويندوز، باور ميررز، 6 واي درايفر باور سيت مع اللمبر سبورت، والفتحه بالسقف كمان على الباور سان روف، يعني كل الاوبشنز جورج اللي ممكن تكون موجوده بحيلا سياره لكجري. هلا بدي اسالك اكيد لما نحكي بيرفورمانس اكثر عن السياره، اذا عم بيكون فعلا في هالقد طلب على سيارات الهايبريد بلبنان، بتقدر نحكي بيرفورمانس سيفتي مع ديفا بالقسم الثالث.
تابعي حديثنا مع ديفا عن الهيونداي ايونيك هايبريد كار وبنحكي بيرفورمانس كثير مهم. نعرف اليوم الهايبريد كيف تشتغل، يعني بنعدم عدد الاحصنه ولا بالكيلوات بعد؟ مثل ما قلنا جورج، الهايبريد هي كومبينيشن بين الموتور العادي والموتور الكهرباء كومبايند مع بعضهم، عم يعطوا 148 هورس باور بالايونيك، يعني بيرفورمانس كثير قويه. بنفس الوقت مصروف السياره كثير حلو، بتعمل اب تو 588 كيلومتر بالتانك، يعني عم ننسى اكزاكتلي يعني السياره بتصرف كثير قليل، غير انها انفايرمنت فريندلي. كسيفتي فيتشرز بالسياره مثل ما قلنا ستاندرد فيتشرز، عندنا 9 اير باجز اي بي اس اي بي دي، فيها فرونت سايد كيرتن اير باج مع الني اير باج، يعني هي من ناحيه سيفتي وبرفورمانس. وبدي اسالك، هل عم يكون في عن جد طلب على الهايبريد بلبنان؟ بلشت ثقافه الهايبريد تكون معروفه اكثر اليوم؟ جورج، في كثير طلب على الايونيك، لانها سياره اول شيء اتس انفايرمنت فريندلي. الحلو لانه العالم عم تهتم لهيدا الموضوع بوقت البوليوشن، بتعرف نحن عندنا كثير صار في بوليوشن بلبنان، وبما انه العالم صار بتفكر فيرست بالكونسمبشن، سو عم بيروحوا كثير على الهايبريد كارز، غير انه هي ديزاينها كمان كثير حلو وباورفل كار كمان وباورفل كار، يعني قليل تلاقي 1.6 تعطيك هل 150 سم تقريبا اكزاكتلي 100%. سو العالم كثير عم بتحب الايونيك، وبس عم بتسوقها عم بتحبها اكثر كمان. خلينا ننتقل للبارت الاخير، نعرف اليوم شو الستارتنج برايس للهيونداي ايونيك بالسوق اللبناني. من بعد الجولة الشاملة على السيارة مع ديفا، بدنا نعرف اكيد سعرها اليوم بلبنان للهيونداي ايونيك هايبريد. جورج، مثل ما بتعرف الدولة خفضت الجمرك اليوم على السيارات الهايبريد لتشجع سواقة هالسيارات، سو نحن عم نن فيري سبيشال اوفر على الايونيك. هلا نزل سعرها، عم نحكي عن اكيد الستارتنج برايس 30700 مسجلة خالصة وحسب الترم، وبالنسبة للتاكسي بتبلش ب 26700. عم نحكي هذا السعر بيشمل تي في او تسجيل كل شيء، واهم شيء انه البطارية بهالسيارة مكفولة ل 8 سنين او 160000، يعني هيدي كفالة ما بتحصل عليها الا بالهيونداي. مثل ما بتعرف نحن عنا لبنوس بيست وارنتي دايما 6 سنين او 120000 على السياره. نحن اول ناس بلشنا بالموبايل جراج والرود سايد اسيستنس 24/7. بنشجع كل الناس يجربوا هالسياره، لان مثل ما شفت سوقتها كثير ناعمه وما في صوت ابدا بالسياره، وفي عنا 20 شورومز بلبنان بيقدروا يروحوا اقرب شوروم، وما ينسوا يعملوا لنا فولو على الفيسبوك والانستغرام ليتابعوا Exactly. شكرا ديفا وجودك معنا من جديد، بنلاقيك اكيد بحلقات مقبله. بكره تابعونا مشاهدينا مع سياره جديده مثل العاده على MTV. الى اللقاء.